صباح الخير عليكم. اليوم غادي ندير واحد الشلاضه ديال الفلفله والبنجال ومطيشه. غادي نشويها في الفخر، نديروش سلطه تكون طبيعيه وتقليديه. ها هي الشوايه، غادي نحطوها على الجمر وغادي نديرو فيها الفلفله والبنجال يتشواو. هاد السلطة هي الأصل ديالها تونسية، ولكن أنا غادي نديرها بطريقتي حيت التوانسة هما تيبغيو بزاف الحار، وكاين اللي ما تيقدرش على الحار. انا المهم غادي نشوي الفلفله حاره حتى هي، ولكن نشوف الى بغاوها مالين الدار غادي نديرها، هما ما تيقدروش على الحار. انا عزيز عليا الحار، ولكن ما غاديش نديرها اليوم، نديرها غير راسي. المهم احنا درنا الفلفله تتشوى هي والبنجال ومطيشه، وغادي ملي تخوى شويه غادي نديرو الفلفله ونديرو ما تبقى من الدنجال والفلفله ومطيشه راه مازالين. غادي نخليهم يتشواو وان شاء الله نرجعو لكم ملي يتشواو باش نقيهم ونوريكم الطريقه كيفاش غادي نصاوبو السلطه. من بعد ما شوينا واحد الكميه ديال الفلفله ومطيشه، غادي نديرو دابا داكشي اللي بقى ديال الفلفله. والثومه نصف، الثومه حتى هي غادي نشويوها. انا درت هذه الكميه، كل واحد يدير داكشي اللي بغى على حسب الافراد ديال الاسره. ها هي الشلاضه تيبغيوها اولادي عزيزه عليهم، داكشي علاش درت انا كثرت شويه. المهم ها هي تشويت الفلفله ومطيشه هما مشويين، باقي الدنجال تيتعطل شي شويه، هو اللي باقي ما تشواش. وان شاء الله ملي غادي يكمل كلشي غادي نعاودو نرجعو ان شاء الله باش نوريكم الطريقه كيفاش غادي نقطعو الفلفله وكيفاش غادي نكملو ديك السلطه. دابا غادي نقطعو الدنجال والفلفله، غنقردوهم صغير، غنقطعوهم هكا بالموس ونعاودو نقطعوهم بالقراده. الدنجال والفلفله راه منقيين، غنقطعوهم تيوليو صغار مزيان، نقطعوهم مزيان. من بعد ما شوينا الفلفلة والبنجال ومطيشة والثومة، قطعناهم رقيق وكردناهم ديك القرادة مزيان، غادي نخلطوهم مزيان. وهادو هما العناصر اللي غادي نزيدو فيه. هاهي الفلفلة الحارة مشوية، ما درناهاش لحقاش ماشي كلشي تياكل الحار. عندنا الزيت بلدية، وعندنا الثوم، وعندنا الزيتون والبيض والملحة. يعني هاد الشيء الخليط غادي نزيدو عليه الملحة، الملحة غتبقى حسب الذوق. غادي نزيدو عليه الزيت، زيت بلدية. المهم اللي عندو الزيت تكون كثيرة شي شوية. غادي نديرو البيض، البيض محكوك، حكينا واحد البيضة هنا. غادي نديرو شوية ديال الثوم، سواء كان ديال مطيشة ولا ديال الزيت بحال بحال، المهم غادي نديرو شوية صافي. وغادي نخلطو. ها هو الشكل الأخير ديال السلطة ديالنا، كنزينوها بالبيض والزيتون، الزيتون الاحمر ولا الخضر بحال بحال، والفلفله حاره هي درناها حيت ما درناهاش لداخل، كاين اللي ما تيبغيهاش، وطروفه ديال البيض. كنتمنى تعجبكم هذه السلطه.